خلوني أعيد عليكم من جديد. الأورام، الأورام مشاكل الأرحام بصفة عامة، حتى لو ما كان بسحر ولا حسد ولا عين. لو افترضنا أن امرأة منكم دائما تعاني من الالتهابات أجلكم الله ومشاكل الأرحام والأشياء هذه كلها، الحل إذا طبيا ما استفادت، دائما تسوي علاجات تسوي علاجات وترجع الالتهابات زي ما هي، وترجع الدورة تلخبط، ومشاكل القرينة ومشاكل الأرحام ومشاكل التكيسات ومشاكل، خلاص اتفقنا. إذن وش تسوون؟ تجيبوا لكم ماء وملح وتذوبون الملح فيه، وبعدين تقرون فيه سورة الفاتحة، تقرون فيه من في سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، موجودة في 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 اللهم صل وسلم في سورة طه من 104 إلى 108 في سورة طه. وتقرؤون في سورة المؤمنون فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم تقرؤون سورة، طبعا قلنا سورة الفاتحة 7 مرات، المعوذتين 7 مرات، كل واحد منهم آية الكرسي 7 مرات، وكلها تنفذ في هذا المكان. ثم تسوون حمام اللي هو جلوس في هذا الماء والملح. للأورام اسمعوا ركزوا، كل واحد يسأل نفس السؤال، والله ترى شيء زعل. للأورام قلنا الأورام الله يكفيكم الأرحام، مشاكل الأنابيب الأرحام، القرينة التابعة نفس اللي سأتكلم عنها، مس الأرحام، سحر الأرحام، كل هذه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تستفيدوا منها بمشيئة المولى سبحانه وتعالى.